خلونا نقرب من الصورة أكتر ونرحب بالطالب محمد الشافعي، طالب بكلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ. صباح الخير يا محمد. صباح النور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني إيه العظمة وإيه اللي أنت عامله ده وإيه حب الناس ليك ده كله يعني؟ ما شاء الله طبعاً. الله يخليك. أخواتي علي ده هو يعني ما كنتش أعرف اللي هيحصل كده والله، يعني أنا طالع بظروفها عادي فلقيتهم مستنيني وترحيب بيا جامد، انا ما كنتش اعرف بالموضوع اصلا، هم كنا بنروح الامتحانات مع بعض فلقيتهم سبقوني، ما حدش فضل الا غير اتنين فبكلمهم. باعوك اليوم ده يعني؟ ايوه بقول لهم بظروفها يعني انا ما اعرفش اللي هم سابوني ليه، فبكلمه قالوا لا احنا رايحين مشوار في الاول كده وهنعمل حاجه. قلت لهم ماشي، فبكلمهم كلهم مشوا ما عادش الا اتنين، فكلمتهم فمشينا انا ما اعرفش، ودخلنا الامتحان وهم مجهزين كل حاجه بره وانا ما اعرفش اي حاجه. فطلعنا بالامتحان، كنت انا اتاخرت عنهم شويه، فطالع لقيت اللي حصل ده، ما كنتش عارف اي حاجه. بس خير يعني الحمد لله. طب قول لنا بقى يعني يا محمد، وانت ممر شرفي زمايلك ينظموه لك، يعني دي معناها ان انت عملت حاجات كتير قوي ليهم، يعني ان احنا دلوقتي حد يحس الدرجات دي ما شاء الله، طبعا ده معناه ده يترجم انت قد ايه الخدمات او قد ايه ساعدتهم خلال يمكن مش هقول بقى السنه، يمكن خلال حتى صداقتكم في الجامعه. هو والله احنا تيم كده مع بعضنا، كلنا اخوات في بعضنا، فبنذاكر يعني مثلا بنذاكر واجيب فيديوهات واروح الكليه والمحاضرات افهم الدكاتره واكتب المحاضرات، واللي مش فاهمه مثلا بجيبه من على النت والسكاشن وارجع ليها ونذاكر كده ونتفق على موضوع على مكان نروح نقعد فيه، يعني عند واحد صاحبنا نروح نقعد مع بعض ونفضل نذاكر بقى، واللي واقف له حاجه يقولها ونشرح وكده. دي الموضوع كله. طب ما خفتش مثلا تقول مجهودي ده حد هياخده مني، او ما قلتش لا مثلا على الاقل انا ممكن اساعدهم بس في حاجات تبقى بتاعتي اقعد اذاكر لوحدي؟ لا طبعا ده خير كده بيجي له، ربنا هو اللي بيكتب لك الخير كله عامه، وده كرم من ربنا، ربنا اللي بيكرمك في الاخر حتى في اي حاجه، ربنا هو اللي بيكرمك. صح صحيح. محمد يعني خليني اسالك الاول، انت متطوع في حاجه؟ حاجة زي ايه مثلا؟ يعني بتشارك في عمل تطوعي؟ لأن فكرة إن أنت تساعد الناس وتخدم الناس أعتقد ده بيبقى ليه علاقة بخلفية موجودة عندك، عمل تطوعي، نشأة، أهلك علموك كده أو اتربيت على ده، مساعدة الغير، فعاوز أعرف القصة جاية من بدايتها. هو يمكن أهلي اللي مربيني على كده، فهم أصلا إخواتي قبل أي حاجة، إحنا التيم بتاعنا ده اللي هم واقفين معايا ده كلهم إخواتي، يعني كل سنة كده مع بعض. صحيح. كل سنة لازم نروح نقعد مع بعض ولازم نذاكر قبل كل امتحان، لازم نقعد يلا عشان نقعد، يعني دي بقت حاجة واجبة يعني لازم نعملها، حاجة ضرورية. خليني أقول لك يا محمد، يعني أنا جاي لك من المستقبل بقى، أحسن أصدقاء ممكن تطلع بيهم في حياتك كلها هم أصدقاء الجامعة وأصدقاء الجيش قولا واحدا يعني، فحافظوا على بعض وخليكم مع بعض دايما يعني. هم مش أصدقاء بس، ده هم إخواتي كلهم، إخواتي وحبايبي، ربنا يديم عليكم. ما أقدرش أستغنى عنهم يعني. ربنا يخليكم لبعض يا محمد. وقولي بقى يعني حابب تقول لهم ايه، يعني لو هتوجه لهم رساله حابب تقول لهم ايه، لو عايز حتى تاكد على اكتر حاجه بسطتك في المشهد اللي احنا شفناه ده، ايه عايز تقول لهم؟ والله بشكرهم جدا على المشهد ده، وهم اللي عملوا كل ده، هم اللي يعني انا ما كنتش عايز الموضوع يوصل كده، بس هم اللي عملوا كل ده، هم اللي شهروا الموضوع جامد وكلموا ناس ووزعوا الموضوع جامد، انا ما كنتش اعرف اي حاجه ولا كنت عايز اعمل اي حاجه اصلا، بس هم اللي عملوا كده، بحب اشكرهم قوي قوي يعني جدا على محبتهم ليا، ودي احسن حاجه في الدنيا. صحيح. محبتهم ليا بس يعني. خليك واثق يا محمد تماما ان الخير حلقه بتلف، فزي ما بتعمل هيتعمل معاك وهيترد لك، وخليك ثابت على مبدأك وثابت على موقفك، ما ترجعش ابدا ولا تندم ابدا ان انت بتساعد حد في يوم من الايام، بالعكس اللي انت بتعمله هو ده الصح وهو اللي لازم يكون صح. يا جماعه عشان خد بالك بعد كده هتتعرض لمواقف كتير قوي، في ناس هتقول لك ما انت اللي غلطان، انت اللي كنت بتعرض خدماتك، حد بيساعد حد دلوقتي بالظبط كده. لا خليك زي ما انت وصدقني، ربنا كبير.
نعم ثقتي في ربنا، ثقتي في ربنا كبيره، وان شاء الله ربنا وربنا يكرمني. عمره ما يخذلك ابدا. ايوه والله ربنا بيكرمني في حاجات كتيره، حتى في موضوع التقديرات ده ربنا مثلا بيكرمني جامد. سبحان لا ده الله اكيد، يعني عند انا احنا ربنا. بس حبينا ان احنا انا واحمد ناكد عليك النقطه دي عشان قدام شويه ما تحسش انه لا انا حاسس ان انا احبطت من اللي انا بعمله، ما كانش المفروض اساعد حد. لا بالعكس، زي ما انت قلت لا كده ده بالظبط، الحاجات دي والله بصراحه، لا الحاجات دي بتفيدني انا قبلهم صح. والله دي العظيم، يعني تجارتك بتفيدني مع ربنا، وطول ما قلبك نضيف وحابب الخير للناس تأكد انه بالظبط هي نيتك هي اللي جزاء من هترجع جنس لك العمل ده. مرة تانية. طب قولنا بقى سريعا يا محمد، انت ايه خطتك في الايام اللي جاية، مستقبلك حابب تعمل ايه؟ ان شاء الله اولا يعني باخد كورسات الاول كده التصميم، وعشان ان شاء الله اشتغل بيها، ده اهم حاجة عندي ان انا اشتغل واكرم اهلي بعد ما اتخرج ان شاء الله. إن بس شاء الله ابقى مصمم ان شاء الله، ده اللي انا بدور عليه الفتره الجايه ان شاء الله، إن بعد شاء الله فتره الكليه إن شاء الله بعد ما ربنا اخلص ان يكرمك يا شاء الله. محمد. ان احنا شاء الله بنتمنى لك كل التوفيق يا يا رب، رب. واتمنى يعني بجانب ان انت اللي تحققه في مستقبلك العملي تفضل محافظ كمان على نقائك ده. بشكرك طبعا جزيل الشكر محمد الشافعي، طالب بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ.